هل الأرق متعبك وما دا يخليك تنام؟ هل بنفسك إنه تنام فد نومة تكون مريحة وسريعة ومن تقعد مرتاح؟ إذا تريد تعرف شلون خليك وياي لنهاية الفيديو. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون باتم الصحه والعافيه. رجعنا لكم بهذا الفيديو الجديد. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، مشكله الارق. طبعا الارق هي مشكله ازليه صراحه، يعني وهوايه من الناس يعانون منها، وهوايه ناس يعني ممكن يومها كله يخرب بسبب مشكله الارق، ونفسها انه تلاقي في الطريقه انه يخليها تنام بسرعه وما تظل يعني بذاك التعب. طبعا الأرق هو نفسه ممكن يكون بسبب مشاكل نفسية أيضا، يعني مثلا بعض الأمراض النفسية، مثلا شخص لا قدر الله يفقد عزيز عليه، الهموم والمشاكل الكثيرة جدا ممكن تسبب الأرق، والأمراض بالعموم أيضا ممكن تسبب الأرق، الله يحفظنا جميعا وإياكم. ويمكن أيضا عدم التغذية الجيدة ونقص الفيتامينات ممكن همين تسبب الأرق. طبعا الطريقة اللي حقولها اليوم هي طريقتي الشخصية وتجربتي الشخصية، صراحة ما سمعت انه واحد حكاها من قبل، فحيكون بها حقوق الطبع والنشر طبعا. لا طبعا الشاقة وياكم. بكل اختصار هي عبارة عن افعال واشياء ظليت اسويها لفترة معينة، وصراحة يعني حسيت فعلا انه خلتني اتغلب على مشكلة الارق، وايضا خلتني انام بسرعة، ومن انام اكون مرتاح، ومن اقعد مرتاح. وانتوا جربوا بعدين واحكموا بنهاية الفيديو. بس قبل ما نبدأ، اذا انت جديد على القناة وعجبتك القناة، لا تنسى اشترك بسرعة وخلي اعجاب وتعليق، لانه هذا الشيء يحفزني انه استمر بالقناة وانزل فيديوهات ثانية. ويلا بينا خلينا نروح نشوف الطريقة سوية. طيب يا شباب، عندنا اول شيء بهاي الطريقة انك تنام من وقت، انك تنام مبكر. يعني حتى هذا الشيء هو صحي لجسمك، حاول تنام من وقت حتى تستيقظ من وقت. وايضا البركة بالبكور، انك يعني اذا تريد تنجز اي شغلات حاول تنجزها بالفترة الصباحية، وحاول انك تبتعد عن السهر، لانه صراحة السهر مدمر للجسم. يعني ماكو غنى عن نومة الليل، نومة الليل هذه يعني جدا مفيدة للجسم. الشيء الثاني ويانا انك تروح تقضي حاجتك وتتوضى، وايضا تفرش اسنانك، لانه تفريش الاسنان ينعشك ويعطيك شعور بالراحة. الشيء الثالث ويانا يا شباب اللي كثير من الناس ينسوه صراحة، الا وهو انك تصلي صلاة الوتر وتدعي بها رب العالمين بكل شيء انت تريده. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، فهي كلها ركعة واحدة صليها، ما حتاخذ وياك عدة دقائق، بس فيها من الاجر الكثير. بعد ما خلصت صلاة الوتر تقوم وتروح على سريرك، بس انتبه هنا اكو نقطة جدا مهمة هم الناس تنساها، وهو انه تنفض السرير مالتك والوسادة والغطاء، يعني تنفضها. وهذه صراحة من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. فالحكمة سبحان الله حتى تحافظ على مكان نومك نظيف. من تنام أنت في مكان نظيف، هذا الشيء ترى حيساعدك أنك تنام وتكون مرتاح أثناء النومة. سبحان الله أيضا جسم الإنسان خلال النوم، أنت تنام وتتقلب، من تنام وتتقلب أكو كثير من الخلايا الميتة في جسم الإنسان توقع على السرير، وأيضا بعض الشعر الميت يوقع على السرير. فأنت من تجي تنام يوميا بهذا السرير وما تنفضه، السرير بعد فترة حيصير متسخ بأوساخ يمكن أنت ما تشوفها بعينك ولا تنتبه لها، بس مع يعني الزمن حتزيد، هذه ممكن تسبب لك عدم راحة أثناء النوم. والآن الشيء الخامس ويانا، يعني بعد ما خلصت كل اللي فات تجي على السرير، ولازم انك تقرأ المعوذات وتقرأ اذكار النوم. والمعوذات معروفة انك تجمع كفيك ثم تنفث بيها بعدين، لانه هي اللي حتحفظك اثناء نومك. وفي تكملة للحديث اللي ذكرناه بالنقطة السابقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تكملة الحديث ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعدها ورا ما خلصت هاي الشغلات كلها طبعا، من تنام على السرير حاول انك تنام على جنبك الايمن،
وانتبه هنا أهم نقطة، لازم تبتعد ابتعاد كلي عن التليفون. التليفون صراحة هذا أكبر مصدر للأرق. بس جرب هاي النقاط مثل ما أقول لك. التليفون ترى به هواية مشاكل عند النوم، وإن شاء الله حيكون أكو فيديو كامل مخصص عن المشاكل الصحية على صحة الإنسان، يعني مشاكل التليفون على صحة الإنسان خصوصا أثناء فترة النوم. لما تيجي تريد تنام شيك تليفونك، شيك الواتساب، الفيسبوك، اليوتيوب، كل شي تريد شيكه وخلي تليفونك على صفحة أو سدة، أقفل الإنترنت. وراها روح سوي هاي الطريقة، الخطوات اللي قلت لك عليها، ولا تمسك التليفون وراها لحد الصبح، لحد ما تصبح. طبعا ايضا لا تنسى قبل لا تعوف تليفونك حاول توقته على صلاة الفجر، وان شاء الله ايضا حيكون ويانا حلقة انه شلون الاشياء اللي تساعدك انك تستيقظ على صلاة الفجر وتكون يعني مرتاح. طبعا هنا نيجي لمرحلة انت لما تكون ممدد على السرير. لما تكون تمدد على السرير حاول انك مثلا تقرأ قرآن من مصحف يكون صغير وياك، مو من التليفون، زين؟ لان التليفون حيجور شوية شوية، حتفتح المصحف في البداية، وراها حتصير شغلات ثانية، حتروح اليوتيوب والواتساب والفيسبوك، فيعني كل الخطوات اللي حتكون سويتها حتكون بدون فايدة. حاول انك تقرأ قرآن مثلا من مصحف صغير، او حاول انك تطالع كتاب، كتاب يكون مفيد. طبعا هنا الشيطان ما حيخليك، الشيطان حيجيك ما حيخليك في حالة القرآن انك تكسب اجر، ولا في حالة المطالعة انك تزداد علم، فحيجيك هنا وحينعسك، وصدقني حيخليك تنام حتى تفقد الاجر او العلم. طبعا في كلا الحالات انت الكسبان، اذا ظليت تقرأ القرآن حتكسب اجر، اذا كنت تطالع حتزداد علم وايضا باجر، اما اذا نمت فهو هذا المطلوب. اذا طبقت هاي الخطوات كلها اضمن لك بنسبة 90%، خلينا نقول انك ان شاء الله باذن الله حتنام بسرعة بدون يعني ارق وبدون اي مشاكل، بل وحتنام ان شاء الله مرتاح البال وتقعد ايضا مرتاح البال. وطبعا اكو اشياء ثانية ايضا ممكن نذكرها هنا، اشياء مساعدة ايضا، منها توفير جو مريح وسرير مريح للنوم، وكذلك انك تطفي الضوء، او اذا تحب مثلا تكون اكو اضاءة خفيفة بالغرفة، وايضا يكون المكان هادي وما بيضوضاء، لانه اكو بعض الناس نومها جدا خفيف ممكن من فتحة الباب تقعد. كذلك ممارسة التمارين الرياضية لانه حتخلي جسمك صحي اكثر، وايضا عدم شرب المنبهات قبل النوم مثل القهوة وغيرها. والنقطة المهمة ايضا انه لا تثقل بالاكل قبل النوم. وايضا هناك اضافة انا اضيفها من عندي، اذا قدرت تنام وتشغل مثلا القرآن على صوت منخفض، بحيث تكون انت قاعد تسمعه بس بصوت ما يأثر كلش عليك، بس انه يكون يعني مشتغل، هذا الشيء همين حيساعدك انك تنام نومة مريحة. وغيرها طبعا اكو اشياء كثيرة ممكن تبحثون عنها بالانترنت. هذه هي خلاصة تجربتي وهاي الطريقة اللي انا جربتها حتى اتغلب على مشكلة الارق وتساعدني في عملية النوم. وهذا صراحة الشيء اللي أشوفه صحيح المفروض كل شخص يسويه، إنك لازم قبل ما تنام تسوي هاي الخطوات تكون طبيعية في حياتك، إنك تتوضأ، تصلي، يعني حتى من تنام تنام على طهارة، تنام على قرآن، لأنه النوم هو موت، يعني ممكن أنت تنام وتموت، يعني ما تقعد الصبح. فأفضل شيء إنه الإنسان يكون نايم على طهارة، نايم على قرآن. فهذه هي كل الطريقة، جربوها واكتبوا لي النتائج مالتكم بالتعليقات. وبس هذا كان ويانا المقطع اليوم، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم واستفاديتوا منه. اي واحد عنده استفسار حول هذا الموضوع خليه يكتب لي بالتعليقات، واسعد انا ارد عليكم بالتعليقات. واي شخص عنده فكره ثانيه لتطوير القناه ايضا خليه يكتبها ويذكر لنا اياها بالتعليقات. واذا انت وصلت لهاي الدقيقه وشفت الفيديو كله وعجبك، لا تنسى تشترك بالقناه وتخلي اعجاب وتعليق، واهم شيء لا تنسى المشاركه مال الفيديو حتى الكل يستفيد. ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.